ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. كما العادة خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا الناس وعلى واحد المثال مغربي شعبي قحة، نعطيهم نص ديال المثال ويعطونا النص الآخر. نص ديال المثال كيقول العار الجار، إلا بغيتوا تعرفوا النص ديال المثال الآخر أجيو معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدي بخير. الله يبارك فيك. لاباس عليك. الله يبارك الحمد لله. غنعطيك واحد نص مثال مغربي شعبي قح وتكملنا النص الآخر. مرحبا. عار الجار على جاره. لمن توجه هذه الرسالة لشي جارك ولا؟ جيراني اللي حدايا في الدار الله يعمر لهم الدار، واني واحد الجارة الشرقية راه شوية عيقت والله يهديهم، حنا كنطلبوا لهم الهداية، حنا راه ما كنكنوا لهم لا عداء ولا بغضاء لا والو، واني هما الله يهديهم كنطلبوا لهم الهداية، ما نعيروهم ما نسبوهم ما نقولوا لهم حتى شي حاجة، الله يهديهم. هذه رسالة للجارة الشرقية. الجارة الشرقية بلا ما نسميها. تحياتي. السلام عليكم. عليكم السلام، بخير خويا. الله يحفظك. انا نعطيك نص مثال مغربي وتكمل لي النص الاخر. عار الجار على جارو. لمن غتصيفط هذه الرساله لشي جارك كتعب تبغيه ولا ما كتبغيهش؟ كاع الناس ديال الجزائر، واخا طرا بيناتنا هذاك المشكل، حنا خاوه خاوه وما بيناتنا عداوه وسلام عليك. عار الجار على جارو. شي رساله بغات تصيفط لشي جار عزيز عليك ولا الجير اللي باغي يصيفط له؟ واش الجار الاخوان الجزائريين بان الرمانه مقسومه على جوج، نص لهم ونص لينا، الحلاوة عندهم والحلاوة عندنا، وهم خوت وحنا خوت، وكنتمنى اللهم تعالى تبقى ديك الكلمة ديال لا إله إلا محمد رسول الله رابط ما بيننا وبينهم كاف إسلام، لا يعقل على محمد غير أحمد أو أحمد غير محمد. رسالتي للإخوان إخوان الجزائريين. تحياتي. عار الجار على جاره. شي جار بغيت تصيفط ليه شي رسالة؟ واحد الجار أخويا راه الجزائر، هادشي اللي داروا راه ما هواش، وانت حنا كنوصل لهم واحد الميساج بلي اي ماتش غايجيو غيدخلوا هنايا غيبغيو يلعبوا، ان شاء الله فيهم كما تهلاو فينا، اما كاينش خاوه خاوه، كاينه عداوه عداوه، حيت الشفعي اللي داروا ماشي كيديروا ولاد الناس، الدراري الصغار، خاصك تعرف واحد الحاجه، راه قبل الماتش شنو داروا؟ راه عمروا الدراري الصغار، كابرانات كاملين، عمروا الدراري الصغار، عمروا الجمهور، هذوك راه دراري صغار، بغيت كل شي حاجه يجيو الدراري الكبار، في ليا مع الكبار، اش تمشي للدراري الصغار؟ وان شاء الله راه غنرجعوا لهم الصرف. فهمتيني راه غيدخلوا هنايا مازال لاعبين معاهم كوب هنايا ومازال بالبال هنا، وديك الساعه غنديروا حنا لعبنا. الجيران ديالنا ما كاين لا جيران لا والو، الجيران هما فلسطين، هذوك جيران، هذوك هما الجيران مساكن فهمتيني، الحرب والضق فوق منهم وساكتين، اما هذوما شبعانين حتى في كرشمو جايين يخرجوا فينا حاكمين هما كابرانات. كابرانات شكون عندهم حكم السان؟ ترى عندنا البنان كنعطيوها للحمار حنا حاشاك اصاحبي، هما كيمشيو مع شحال كيشريوا السان، وترد الله كيقسموا على 20 واحد في الموبل بكل تواضع كل تواضع عايشين عليهم الحيوان.